هذيك هي الكورة، يتغش ما يتغشش، هذيك هي كل أنا مانيش فوق نعاود ونكرر 50,000 مرة اللي هي تراجي تاريخي وما نبي ما أنا هو أنا اللي يتغش ولا كسبان. أنا متشبيري حبيبي نعرف التراجع معيك، مني ما حكيتش برشا عليه الموضوع وقتي خرجت، ما حكيتش برشا على الموضوع هذا. لا لا حكيت برشا عليه، حكيت برشا، قلت لهم راني أنا كاهو يعرفوا لعبة الكل تعرف معناها الظروف اللي أنا خرجت فيها ويعرفوا شنو هي صار وما صار، نورمال عادي هذيك هي. بون ما نقول لك خويا ما فما حد معناه يمشي يحيي لك قوتك معناها ولا خبزتك ولا واحد خويا ماشي في قطع ترجي برك الدنيا معناها فهمت؟ ايه وترجي كيما قلت لك ترجي في فريقي وكنت معناها هو اللي ربيني هو اللي درسني كل شيء معناها ما نجمش ننكر هذا، مي باغ كونتخ ما ما فما حد يدرس عليه الكل يدرس عليه، لكن اللي في الشارع بتقول بهمية بتقول توقف وتسلم عليا من الجماهير الكل معناها من اللي توالد الكل بالاحتياط معناها فترني عبد من تربي ما شافوا مني هاد الشيء خايب وما اكيد اكيد فهمت. كان فما حاجات اخرى من بعد الجاره في الفيروس اللي ما نصورهاش معناها ما نصورش معناها ما نصورش فما حاجات ولا مبرشين ولا هذه كل حكايات تاع صحافه خويا وانت تعرفها معناها هما يحبوا هيك عرفت كلمه ينزلوا بشعبيه تيز في عم البيوت من مين انا ما نصور انا هذا كله يريد لي تحكي لي فيه ما نصورش منه ما نصور منه حتى شيء نصور انا غالبا ذاك مكتوب فهمت كيما الفيرو تقع عندها كيما عندها في البوست تاعي ما نتجمش ياخذني انا فهمت انا مانيش مش مربوطه بشوما متغسلين مني ولا مش متغسلين مني فهمت ولا انا متغسل منهم ولا بتتخ انا ما نحكش نلعب في الفيرو فهمت عليه؟ ايوه شفت انا ما حبيتش نلعب في الفيرو وانا اللي ساكن في بيت